الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمهم والمفيد بإذن الله تعالى كيف نعظم دالة، هذه اللي هو الدالة خطية ماكس اللي هي بي، هلا يعني نفترض ما هي بي، تساوي 45 اكس زائد 65 واي. لنفترض أنها مثلا مبيعات من لسلعتين اكس واي او كميه انتاج برودكشن، لكن نريد ان نعظم هذه الداله الان، هذه ماكسمايزيشن اوف بي تساوي 45 اكس زائد 65 واي خضوعا للقيود الثلاثه الاتيه. القيد الاول كونستريينت نمبر 1 سي، كونستريينت نمبر 1 هذا سي 1 اللي هو 3 اكس زائد 4 واي اقل من تساوي 36، والقيد الثاني سي 2 4 أكس زائد 1.5 واي أقل من أو تساوي 24، وأخيرا قيد الثالث 2 أكس زائد 2 واي أكبر من أو تساوي 12. إذن هذه القيود الثلاثة الآن حتى يعني نستخدم الإكسل بكفاءة عالية لتعظيم هذه الدالة خضوعا لهذه القيود، نقوم بالإجراءات التالية. قمت الآن بوضع هذا الجدول البسيط هنا زي، لاحظوا لي زي اللي هي او عفوا يعني بغيرها الان بي مثلا، اوكي، ونخليها نخليها معوجه يتالك بي تساوي الان 45، لاحظوا لي هنا احبتي 45 اللي هو الكوفيشنت او معامل اكس، و65 الثاني معامل واي، فاظن وضعتهم هنا بي اللي هي 45 واكس. القيد الاول لاحظوا لي هنا C1 اللي هو 3 الكوفيشنت أو معامل الـX 3 ثم معامل 4 أقل من أو تساوي، عادة نستخدم إحنا بالإكسل أقل من أو تساوي على الكيبورد، تضع على الكيبورد أقل من ثم تساوي، إشارة تساوي 36. والقيد الثاني 4 اللي هو هذا 4 معامل X زائد 1.5 هنا 1.5 أقل من أو تساوي 24. والقيد القيد الأخير هنا سأضعه أكبر من أو تساوي، لاحظ لهنا لاحظوا لي 2 أكس زائد 2 واي أكبر من أو تساوي 12. إذن هذه القيود الثلاث وضعناها هنا. الآن القيد الأول لاحظوا لي إذا أستخدم هذه الآن الدائرة الشفافة، نأتي على القيد الأول لنفترض بأن الآن واي تساوي صفرا، هذه تساوي صفرا، يبقى 3 اكس تساوي 36، اذا اكس تساوي 36 على 3 معناته 12. اذا القيد الاول عندما كانت واي تساوي 0 هذه كانت تساوي 12، واذا كانت اكس تساوي 0 معناته 36 اللي هي 4 واي اقل من تساوي 36، معنى ذلك اذا كانت تساوي يعني بالحاله هاي فبتكون بالحاله هاي واي تساوي 36 على 4. اذا لاحظوا لي هنا اذا كانت اكس تساوي 0 هذه بتساوي 9. نكرر الآن في بقية الجداول البسيطة هون سي 2 وسي 3 اللي هو هذا القيد الأول كونستريت نمبر 1 هنا، هذا القيد الثاني، هذا القيد الثالث. الآن لنفترض نذهب الآن إلى القيد الثاني، لنفترض الآن بأن واي تساوي صفرا، يبقى عندي 4 أكس أقل من أو تساوي 24، معناتها أكس أقل من أو تساوي بالحالة هاي 24 تقسيم 4 تساوي 6، وبالتالي هو عندما تساوي هذه صفرا هاي تساوي 6، وإذا كانت X تساوي 0 لاحظوا لي هون جعلتها تساوي 0 يبقى عندي 1.5 Y أقل من أو تساوي 24، معناته عندما كانت الآن X تساوي 0 هنا 24 قسم على 1.5 تساوي 16، إذن هنا عندي 16. والقيد الأخير إذا كانت Y تساوي 0 هنا وضعت 0، وهنا طبعا يبقى عندي 2 اكس اقل اكبر من او تساوي 12، وبالتالي بيكون عندي 6، وعندما تساوي اكس صفرا بالحاله هاي يعني هنا تساوي صفرا هنا بكون عندي 6. اكون الان قد انتهيت من اعداد الجداول المهمه. الان اضلل بالقيد الاول هذا، اضلل الخلايا الاربعه هذه اللي هي 12 وصفر صفر وتسعة، أذهب إلى Insert، لاحظوا لي أحبتي أذهب إلى هذا الخيار ثم الخيار هذا، طلع عندي القيد الأول. القيد الأول دعني أحسن عليه بعض الشيء،
التايتل أنا هذا تشارت تايتل لا يهمني، أزلته. الخطوط الأفقية والعمودية بزيلها كذلك الأمر، عفوا مش ليس يعني بس بزيد الخطوط، هاي عندي. إذا بقي عندي هذا القائد الآن. آتي على الصندوق هذا البوكس هذا أو المربع وأضغط رايت كليك اللي هو الضغطة اليمنى على الفأرة، تطلع عندي بعض الخيارات منها داتا سيلكشن، هذا داتا سيلكشن. وعندي أول ما بطلع هذا الكلام بدي أعدل الآن إديت، لاحظوا لي، وبسمي القيد الأول constraint number one. أوكي، خليني أعدل عليه وأقول له الأكسات بمحاها كلها، بمسحها كلها، وبحط الآن عندي هون الأكسات. أوكي، والوايز بمسحها كلها وبحط هاي الوايز بالنسبة إلي، وبقول له أوكي. إذن هذا هو القيد الأول، سميته كما ينبغي 12 و0. لاحظوا لي هنا اللي هي 12 و0 وهون 0 و9. هلأ بدي أضيف القيود الثانية، القيد الثاني والثالث. أد هنا أد، وبدأ أسمي هذا القيد الثاني وأسميه كما يلي. هنا عندي طبعا التسميات لأكس اللي هي 6 و0، وواي بمسح هذا أوكي، وأضع الآن 0 و16. طلع عندي القيد الثاني، لاحظوا هذا القيد الأول هنا، بضغط أوكي. والقيد الآن أد، القيد الثالث سمي C3، هذا عندي القيد الثالث 6 و0، والقيد بالنسبة لوايز قيم وايز بضع الآن 0 و6. هذا أضغط أوكي، طلعت عندي القيود الآن أوكي، أضغط أوكي ثاني مرة. وبالتالي الآن عندي القيد الأول هذا الأزرق، خليني أسمكه شوي، هذا أجعله سميك. فورمات، أذهب إلى شيب أوتلاين، الآن هنا أعطيه هذا الحجم، هذا البرتقالي بعطيه الحجم ذاته اللي هو هذا الحجم، وهذا خلينا أغير لونه لأنه بنفسجي أفضل، وبجعل هذا الحجم أوكي. لاحظوا لي أحبتي الآن القيد الأول هذا، أنا بس أعدل عليها، يعني بدي أنسخها كوبي بي، والآن أجعلها هكذا حتى تكون بين هذا القيد الأول. لاحظوا لي بس فقط هي من أجل توضيح عملية الحل، هذا القيد الأول هاي بلغيها كلياتها عفوا، باجي على القيد الثاني بنسخه ثاني مرة كوبي بي لأنه صغير الحجم، اخترته وبعمل له كذلك أمر ميلان هكذا. وهذا القيد الثاني لاحظوا لي شوية بميله أي هذا هكذا أفضل، نعم. والقيد الأخير طبعا هذا خلصنا منه هنا، القيد الأخير بنسخه أوكي، وهذا هو القيد الأخير الثالث. لاحظوا لي هنا بس بعمله ميلان حتى يتوائم مع ميلان القيد نفسه، هذا بخلص منها الآن. إذا لاحظت أحبتي الآن بدي أستخدم السهم في بيان الآن بأن القيد هذا الأولاني 3x + 4y أقل من 36، وبالتالي الاتجاه نحو نقطة الأصل، حتى نتعرف على ما يسمى بالمجموعة الممكنة أو الفيزيبل ست. فخليني أعطي اللون الأحمر لهذا السهم، هذا السهم. كذلك الأمر عندي القيد الثاني constraint number 2 هذا 4x + 1.5y أقل من أو تساوي 24، وبالتالي بعمل له كمان copy v هنا، وهذا القيد عفوا هذا القيد الأول عفوا هذا وهذا القيد الثاني، يعني القيد الأول هذا هو القيد الأول هذا C1 اللي هو 3x + 4y أقل من أو تساوي 30، والقيد الثاني C2 4x + 1.5y أقل من أو تساوي 24، اتجاههم نحو نقطة الأصل. في حين الآن بأن القيد هذا اتجاهه ها هنا، يعني بدي الآن أضع السهم هنا، يعني من عند النقطة هذه أعطيها اللون الأحمر، اتجاهه إلى الأعلى. وبالتالي الفيزيبل ريجن أو ما يسمى بال
المجموعة الممكنة هذه تأتي في هذا الشكل الرباعي الغريب. هنا النقطة لاحظوا لي 0.9، النقطة هنا 0.6، النقطة هنا 6.0. هنا نريد أن نتعرف ما هي نقطة التقاطع. قبل ذلك دعني الآن أظللها حتى أستخدم الآن، أذهب إلى لاحظوا لي insert، عفوا insert، أذهب إلى shapes وأذهب إلى هذا الخيار. الخيار هذا بعطيني ما يلي، لاحظوا لي هاي هيك، عفوا أخلص منه، أذهب ثاني مرة إلى insert وهذا الخيار وأضغط هنا وأمد خط مستقيم إلى هذه النقطة، ثم بشيل إيدي عن الفأرة، يعني بزيل الإصبع عن الفأرة، ثم أضغط هنا والآن أذهب إلى الأعلى هكذا الخط المستقيم هنا، ثم أذهب إلى هنا. لاحظوا يظل لي بطريقة تلقائية، طبعا إلا يكون يعني الرسم مش دقيق فيه، لكن هذا اللي هي النقطة. دعني الآن أضع النقاط، insert، بروح على معادلات equation هنا، عفوا هنا خليني بس أعدل بعض الأشياء هنا، show tabs، هذه show tabs كلياتها، لا عفوا ما الذي حدث، أيوة هون بدي show tabs هذه، أوكي insert. الآن بدي equation، ما الذي حدث، لماذا، دقيقة واحدة، أوكي الآن ممكن تضبط معنا. الآن insert equation هذه، الآن عفوا هذه equation، بضع الآن النقطة، أول شيء افتح قوس 0.0، سكرنا القوس، أكبرها بضللها كلها وبكبرها ل14 وسميكة. جيت الآن وضعت هذه النقطة، الآن هنا 0.0، عفوا بدي أحط الآن النقطة هذه 6.0، إذن هي 6.0، 6.0، الآن هذه نقطة 6.0، هذه وضعها هنا وبعمل كوبي منها، كوبي في، وأذهب إلى هنا، الآن هنا هذه 0.6، 0.6، لاحظوا لي الآن كل النقاط راح نحددها، وهذه النقطة 0.9، بعمل كوبي لهاي نسخ يعني. الآن وأذهب إلى الأعلى، والآن هنا 0.9، هذه 9. النقطة هاي نقطة التقاطع، أذهب إلى هنا الآن، هذا القيد الأول بعمل له نسخ كاملا، عندي هنا كنترول كوبي وأضعه هنا، أوكي نسخته اللي هو 4، لاحظوا 4 و3 و4 أقل من أساوي 36، وأذهب إلى القيد الثاني C2 بظلله بعمل له كوبي وأضعه هنا بهذه الخانات كنترول V. هذا الآن هنا الآن الحل يكمن، له تقاطع القيد الأول هذا الأزرق السميك مع القيد الثاني، تقاطعهم عند هذه النقطة. كيف نستخدمها الآن؟ بطريقة الميترسز أو المصفوفات، أظلل هاتين الخانتين هنا، وعند الخانة الأولى طبعا أكيد أضع تساوي ماتريكس مولت، ماتريكس مولت يعني اللي هي ماتريكس مولتيبليكيشن، أفتح قوس بعدين أضع ماتريكس انفيرس، انفيرس من سكر القوس، اوكي اللي هو طبعا عفوا اوكي ماتريكس انفيرس، بفتح قوس الان واظلل الخانات، ما سكر قوس، فتح قوس ثاني الان، بظلل الخانات الاربعه هذه وبغلق، ثم فاصلة افتح قوس، هاي اللي هي الماتريكس هذا يعني معكوس هذه المصفوفة بطريقة المصفوفات مضروب بالسلوشن اللي هو 36، وبظل الهاتين الخانتين، بغلق القوس مرة وثاني مرة، ثم الآن أضغط على كنترول شيفت انتر، وضع الآن أعطاني قيم
التقاطع هذه Control Shift Enter. خليني أكبرها ل 14 وأظللها الآن. طبعا الآن معروف بالنسبة لنا هاي النقطة 6 و0. إذا الآن بالنسبة إلي هذه 6 وهاي 0. النقطة هذه 0 و6. 0 و6 و6. وأخيرا النقطة الرابعة اللي هي 0 و9. وخليني أحطهم كلهم بالنص كما فعلت. يعني الآن كل هالآن هون أضعها بالنص وبالمنتصف يعني، وأكبرها إلى 14 وأظللها أخليها سميكة. هنا الآن منحل يعني هذه قيمة أكس، أكس هنا وواي بتقاطع عند النقطة 3.65 تقريبا، وستة هون و6.26 لواي. وبالتالي الآن بدي أعوض عن القيم هنا بالدال للهدف اللي هي هذه سميناها إحنا بي، مظبوط. بي تساوي 45 أكس زائد 65 واي. إذن هنا تساوي 45، هذه تساوي 45 مضروبة، ثاني مرة أشوف يعني إذا ما غلطتش، تساوي 45 مضروبة بماذا؟ بهذه القيمة، زائد 65 مضروبة بهذه القيمة. بضغط انتر الآن بطلع عندي 571 قيمة البي عندما كانت اكس تساوي 3.65 إلى آخره، وواي 6.26 إلى آخره. الآن أذهب إلى هذه الخانة، تساوي 45 ضرب القيمة هذه زائد 65 ضرب القيمة هذه 0. بضغط انتر بطلع عندي 270. هذه الثالثة قبل الأخيرة، تساوي 45 ضرب هذه القيمة زائد 65 ضرب هذه القيمة. بضغط انتر 390. لاحظوا لي هنا 571، هنا 270، 390. والقيمة الأخيرة تساوي 45 ضرب هذه القيمة اللي هي 0 زائد 65 ضرب 9. انتر بطلع عندي 585. إذن الآن نضعها بالنص ونكبرها ل 14. لاحظوا لي ونكبرها نسمكها. لاحظوا لي الآن بأن أقصى قيمة وصلت عندما كانت اكس تساوي 0 وواي تساوي 9، لانه 571 270 390 585، وبالتالي هذه اكبر قيمه لبي. متى؟ عندما كانت اكس تساوي 0. اذا اكس بتكون 0 لكن واي تساوي 9، هي اعظم مساحه لهذه المنطقه هذه المظلله، وبالتالي وصلنا إلى ما يسمى maximization أو تعظيم هذه الدالة خضوعا لهذه القيود الثلاثة بالطريقة هذه الإكسل. ووجدنا بأنه عندما كانت X تساوي 0 وY تساوي 9 كانت قيمة P تساوي 585، وهي أكبر قيمة من القيم الأربعة، هذه القيمة الأولى، القيمة الثانية، القيمة الثالثة، وهي الرابعة وأعلى قيمة. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة إن شاء الله في كيفية الآن ما يسمى البرمجة الخطية خضوعا لقيود خطية بواسطة برنامج الإكسل. إن شاء الله في مقاطع لاحقة سنتعامل مع مسائل عملياتية على أرض الواقع، يعني عندنا مشاكل بالزراعة، بالصناعة، بالتمويل، ثم مشاكل بالمواصلات، الاتصالات وهكذا. فإن شاء الله نستخدم أمثلة عملية. وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.